ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سنقف عند آية عظيمة، آية عظيمة، آية لابد أن نقف عندها وقوفا جاد. هذه الآية أيها المحترمون نقرأها كثير ونسمعها كثير، والذي يتدبرها قليل إلا من رحم الله. دعونا نعيش مع هذه الآية، فأسأل الله أن يفتح علينا في كلام الله من أوله إلى آخره، وبالذات هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية سموها العلماء أرجى آية في القرآن. دعونا نتدبرها. اسمعوني أيها المحترمون بقلوبكم، أنت أيها المتحدث تحدث بقلبك، تحدث وأنت تريد رضا الله،